بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. أسباب شرح الصدور مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل في مستهل هذا اللقاء أن يكتب لنا ولكم جزيل الأجر وعظيم الثواب على ما نرجوه ونحتسبه عند الله عز وجل من ستر العيوب وغفران الذنوب ورفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات. أحبتنا في الله، كلمة نرددها دائما في مستهل كل محاضرة، وهي أن كل من شغل وقته برياض الجنة وحلق الذكر ومهابط الرحمة ومنازل الملائكة فلن يندم أبدا على مجيئه وجلوسه، وحسبه أنه في عبادة ينتظر بعدها عبادة، وفي مجلس تغشى أهله السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأسألكم بالله، هل فينا من سيندم على مجلسه هذا بين يدي الله يوم القيامة؟ الجواب لا، وإنما الندم كل الندم يوم أن نتحسر على ساعات وأوقات ضاعت لم تكن في مرضاة الله، أو لم تكن في مباح يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإني لشاكر ومقدر دعوة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان، متع الله به ونفع بعلمه، لافتتاح هذا الموسم بهذه المحاضرة التي أجدني محتاجاً إلى موضوعها، وربما بعض أحبابي بقدر الحاجة تلك. أحبتنا في الله، أسباب انشراح الصدر كثيرة. ولماذا الحديث عن انشراح الصدر؟ نعم، لأنه منة عظيمة امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. واهتمام بانشراح الصدر لأنها دعوة دعا بها موسى عليه السلام لما حمل قولا ثقيلا وتبعة جسيمة ليدعو ظالما غاشما طاغية جبارا يدعي الألوهية، فلما أدرك عظم هذا التكليف العظيم سأل ربه أن يشرح صدره، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واهتمام بقضية شرح الصدر لأنها منة وفضل يختص الله به من يشاء من عباده. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ولأن شرح الصدر هداية من الله عز وجل، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، يشرح صدره للإسلام. أحبتنا في الله، شرح الصدر سلامته من الغل ومن الحسد والحقد والكبر، وما أكثر الذين يدعون لأنفسهم انشراح صدورهم، لكن صدورهم لما تزل فيها حسيكات وعلائق من الحقد أو الحسد أو الكبر أو الإحر والضغائن. وشرح الصدر اتساع للمعرفة والإيمان ومعرفة الحق، وشرح الصدر تنوره ومعرفته للحق وثباته عليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في شأن المرتدين، يقول: فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق
لما رأى وضوح الحق بين عيني أبي بكر وثباته عليه. وشرح الصدر طمأنينة النفس، وكرم في الخلق، وتواضع في المعاملة، وإقبال على الآخرة، وقناعة في الدنيا، ورضا لا سخط معه، وشكر لا كفر فيه. ولا شك أن شرح الصدر الذي امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم هو شرح حسي ومعنوي، معنوي قد اشتمل على صبره في الدعوة، وصفحه وعفوه عن أعدائه، ومقابلته الإساءة بالإحسان، وثباته على الدين. ولذا كان كما قلت أو أسلفت، كان شرح الصدر مما دعا به موسى يوم أن أمر بتبليغ الطاغية فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة 4 عوامل: بدأها بشرح الصدر، ثم تيسير الأمر، وهذان عاملان ذاتيان، ثم الوسيلة بينه وبين فرعون وهو اللسان في الإقناع وبيان الحجة، وأن تحل عقد لسانه ليفقه قوله، ثم العامل المادي الذي يحتاج إليه ممثلا في المؤازرة: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. أيها الأحبة، وإذا تأملنا هذه الآية وجدنا أنه قد قدم فيها شرح الصدر على هذا كله لأهميته، لأن من شرح الله صدره للحق قابل كل الصعوبات ويراها يسيرة، ولا يبالي بأي عدو واجهه مهما كانت عدده وعتاده. ولذا قابل موسى عليه السلام ما جاء به فرعون من السحر والسحرة بكل ثبات وطمأنينة ويقين بما شرح الله به صدره، ومن هنا ندرك أهمية شرح الصدر. أحبتنا في الله، ما أحوجنا إلى أن نبحث عن مضان هذه السعادة، وما أحوجنا أن نحقق لأنفسنا هذا الخير وهو انشراح الصدر، فاعلموا أنه لا انشراح بدون عقيدة نقية أو توحيد خالص. فالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل من أعظم أسباب انشراح الصدر. السجود لله وحده، والخضوع له وحده، والخوف منه وحده، والرغباء إليه وحده، فهو الذي يدعى سبحانه لا شريك له، وهو الذي يرجى، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وإليه المنتهى في كل شيء، بيده خزائن كل شيء، قدر المقادير، وكتب الآجال، ووسع على العباد في الأرزاق، وضيق على من يشاء، يذل من يشاء، ويعز من يشاء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء. العبادة كلها دقيقها وجليلها له وحده لا شريك له، لا يدعى ولا يسمى إلا بما هو أهله وما يليق به، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يسمى أو يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه، أو سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقق هذا التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإنه بإذن الله ممن يجدون انشراح الصدر ولذته وطمأنينة الفؤاد وثباته. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدور التوحيد، وعلى حسب كمال التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدور. انتهى كلام ابن القيم، وهذا معلوم أيها الأحبة، لأن من تعلق بالله غاية التعلق وتوكل إليه منتهى التوكل فإنه في غاية الانشراح، إذ لا يكون أمر إلا بتقديره وتدبيره، ولا يستطيع العباد أن يقضوا شيئاً لم يقضه الله، أو يرفع شيئاً قد قضاه الله، أو يقبض شيئاً قد بسطه الله،
أو يبسط شيئاً قد قبضه الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن أيها الأحبة، المؤمن على غاية اليقين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فهو على انشراح في صدره لا يخشى مصيبة، لأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله، ولا يخشى أحداً في تقريب أجله، لأن الآجال بيد الله، ولا يخشى أحداً في قطع رزقه، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى ما يخاف إذن، وعلى ما ينقبض صدره وهو يعلم أن الأرزاق والآجال والمنايا والمقادير كلها بيد الله، والمقادير كل المقادير تنطوي على تمام عدل الله، لأن الله لا يظلم، وتنطوي على تمام حكمته، لأن الله لا يعبث، وتنطوي على تمام رحمته، لأن رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه. إن أولي العزم من الرسل الذين شرح الله صدورهم بهذا التوحيد واجهوا كل الصعاب وواجهوا كل التحديات بهذا التوحيد الخالص وبهذا اليقين منقطع النظير. فهذا نوح عليه السلام لما جمع قومه وألبوا، قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وانظروا قول الخليل إبراهيم عليه السلام، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وقوله وكيف أخاف ما أشركتم، بل وهذه امرأة فرعون، امرأة تحت طاغية غاشم ظالم، وهي آسية بنت مزاحم، تلك التي شرح الله صدرها للتوحيد والإسلام فعرفت ربها وآمنت بدينها، وهي تحت هذا الضال الغاشم. يقول تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بل سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه عز وجل قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هل كل هذا الثبات وهل كل هذا التحدي وهل كل هذه المواجهة الصادقة التي لا يعتبرها ريب أو تردد أو شك إلا بسبب توحيد خالص ويقين عظيم أن الله عز وجل مدبر الأمور مقدر المقادير معهم أينما كانوا يحفظهم وينصرهم ويعينهم. ومن حقق التوحيد فهو مكرم بعناية الله ورعايته، وإذا العناية لاحظت كعيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إن الفتى الذي واجهه النمرود الطاغية الذي خدد الأخاديد وشق الأحافير وملأها وأضرمها نيرانا وألقى الناس رجالا ونساء وشبانا ورضعا وشيبا فيها، ماذا قال ذلك الغلام؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، ثقة بالله عز وجل. فما ضره كيدهم إلا يوم أن أراد أن ينثر دمه في سبيل نشر دعوته، إلا يوم أن أراد أن يسقي عقيدته بما يتناثر من أشلائه، لما جعل سهام الطاغية، لما جعل صدره مسرحا لسهام الطاغية والثمن نشر كلمة التوحيد، قال له إن شئت أن تقتلني فاجمع الناس كلهم ثم أخرج سهما من كنانتي واجعله في كبد قوسك، فإذا أردت أن ترمي به فارفع صوتك وقل بسم الله رب الغلام، بعد أن كان لا يتسمى إلا بألوهية ذاته وربوبية شخصه وتصرفه وإرادته المطلقة ظاناً منه أنه المتفرد، فأراد ذلك الفتى أن يجعل من أشلائه ودمه قرباناً لكلمة لا إله إلا الله. وما أطيب هذا القربان وما أجمل هذا العمل في نشر هذه العقيدة. ومن أسباب انشراح الصدر أيها الأحبة النور الذي يقذفه الله في قلب العبد،
وهو نور الإيمان، وسببه تلذذ بالعباد ومداومة لذكر الله وأنس بطاعته وطمأنينة إلى الخلوة بذكره عز وجل. إذا اجتمعت هذه العوامل فإن الله يقذف في قلب العبد نورا يورثه انشراحا في صدره. وفي الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا ملاحظ في أصناف معروفين معدودين من الناس. إن من الناس من جمع الله له من الأموال ما جمع، وجعل له من السلطان ما جعل، وهيأ له من أسباب النعم والجاه والسلطة ما هيأ له، ثم ترى انصرافه إلى مرضات الله، وترى أنسه في طاعة الله، وترى لذته في تسلطه على أمواله لينفقها في سبيل الله عز وجل. فمن كان هذا شأنه يجمع حلالاً وينفق حلالاً في سبيل الله وجد انشراح الصدر كله. أيها الأحبة، واعلموا أيضاً أن من أسباب انشراح الصدر العلم وطلبه ومذاكرته والاجتهاد في تحصيله. يقول ابن القيم رحمه الله عن العلم: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورث الصدر الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدراً وأوسعهم قلوباً وأحسنهم أخلاقاً وأطيبهم عيشاً. انتهى كلامه رحمه الله. ومما لا شك فيه أن مما يشرح الصدر كثرة المعرفة وغزارة المادة العلمية واتساع الثقافة وعمق الفكرة وبعد النظرة وأصالة الفهم والغوص على الدليل ومعرفة سر المسائل وإدراك مقاصد الأمور واكتشاف حقائق الأشياء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن العالم رحب الصدر واسع البال مطمئن النفس منشرح الفؤاد. وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله، يحكي شيئاً من سيرته في طلب العلم، يقول: فأما من أنفق عصر الشباب في العلم. وهنا نصيحة أقولها للشباب، وأقولها للناشئة، وأقولها لكل شاب لم يتزوج بعد، وأقولها لكل متزوج لم يعدد، وأقولها لكل متزوج لم يشغل أو لم تشغله مشاغل الذرية والزوجات ومشاغل الحياة. أقول: إن صفاء الذهن وإن صفاء القلب وإن همة النفس في طلب العلم قبل أن تمتلئ النفس بمشاغل القوت والولد والزوجات والبيوت. يقول ابن الجوزي: فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً في مقابلة ما يناله من لذات العلم. وهذا رأيناه في علماء أجلاء في كبر من سنهم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واحداً منهم، تراه أشرح الناس صدراً فيما رأينا وعرفنا، مع أنه فاقد البصر وكبير سن، قد لا يجد من لذات الدنيا ما يجدها بعض الشباب، لكن ما عوضه الله به من بركة العلم والأنس بالدعوة والاجتهاد في نفع الخلق يساوي أضعاف أضعاف ما يجده الشباب أو ما يفوت في الكبر والمشيب. وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً في مقابلة ما يناله من لذات العلم. هذا مع وجود لذاته في الطلب التي كان تأمل به إدراك المطلوب. أيها الأحبة، لله در القائل: اهتز عند تمني وصلها طربا، ورب أمنية أحلى من الظفر.
الذي يتلذذ ويطرب في طلب العلم وسعيه وسبيله وطريقه لتحصيله يجد لذة، فما بالك بمن جنى العلم وحصله وتأمله وغاص في أسراره وبحاره. ويقول ابن الجوزي أيضا: ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبية والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. كلام نفيس وجميل لابن الجوزي، يقول: تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبا والشباب في طلب العلم، يقول: فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي لندمت عليه. قال: ثم تأملت حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس، يقول ابن الجوزي: فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي من قبل النسوة لا وقع له عند رؤية يوسف. يذكر الآية: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. هول جمال يوسف عليه السلام وهول لذة منظره ورؤيته أنست كل واحدة منهن أن في يدها سكينا قد حزت بها أناملها وسال الدم من يدها. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ قال: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. وما طالت طريق أدت إلى صديق جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد. يقول ابن الجوزي أيضا: ولقد كنت بحلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. ونمضي أيها الأحبة مع أهل انشراح الصدر من أهل العلم الذين علموا أن العلم نشاط النفس ومتعة الروح. هذه المتعة تنسي طالب العلم ما يلحقه من متاعب، وتخفف عنه ما يبذله من عناء، لأنه يجد في العلم مرتعاً يأوي إليه ويرتاح عنده، وبذلك تقوى همته في طلب العلم ولا يشبع منه أبداً. وهذا مصداق أو يصدق ذلك أو مصداقه ما أشار إليه الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. ولقد عرفت من الصالحين ممن جمع بين التجارة والعلم، وممن جمع بين التجارة والدعوة، يقسم بالله العظيم أن لذته في درس يحضره أو محاضرة يلقيها أو مسألة يتعلمها ألذ في نفسه وأوسع لفؤاده وأشرح لقلبه من 100 أو 200 ألف أو أكثر من ذلك يجدها صفقة في تجارة. وما ذاك إلا لأن زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أيها الأحبة، النهم في طلب العلم دافع للعمل، مغذ للنفس، يزكيها، يشفيها من أمراضها، يبعدها عن كل لذة محرمة أو شهوة خبيثة. قال الإمام الماوردي: العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة، ومن تفرد بالعلم لم توحشه خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة. فلا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. وما أحسن قول الشاعر: شربت العلم كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. وقد أورد الإمام ابن القيم قصة في هذا المجال عن شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: حدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر عن ذلك، يعني لا أصبر عن المذاكرة والمطالعة. فقال الطبيب، قال له الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض.
فقال له شيخ الإسلام: لا أصبر عن ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك. شيخ الإسلام يناظر ويحاجج الطبيب إلى علمه. أليس النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. قال شيخ الإسلام: فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا، يعني أنت تصف لنا وصفة ودواء ما درسناه وما عرفناه. وختاما أيها الأحبة في هذا الباب، إن أهل العلم هم أهل الشرف الحقيقي وأهل العز الدائم والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة، وهم أعلم الناس وأحظ الناس بانشراح الصدر وكيفيته. وأسوق قصة حكيت عن خاتمة الحفاظ. ابن حجر العسقلاني رحمه الله يظهر فيها شرف العلم ويظهر فيها شرف العلم وانشراح الصدر في الدنيا والآخرة. وهذه القصة هي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله خرج يوما بتلامذته وأحبابه الذين يطيفون حوله كالهالة حول القمر، وكان رئيسا آنذاك للقضاة بمصر. فاعترضه في طريقه رجل يهودي في حال رثة، فقال اليهودي: قف يا ابن حجر. فوقف ابن حجر رحمه الله، فقال اليهودي: كيف تفسر قول نبيكم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ وهذا الحديث تعلمون رواه الإمام مسلم. ثم قال اليهودي: وها أنت تراني في حال رثة وأنا كافر، وأنت في نعيم وأبهة مع أنك مؤمن؟ فقال الحافظ: أنت مع تعاستك وبؤسك تعد في جنة بالنسبة لما ينتظرك في الآخرة من العذاب الأليم إن مت كافرا، وأنا مع هذا الذي ترى إن أدخلني الله الجنة فهذا النعيم يعد سجنا بمقارنة مع النعيم الذي ينتظرني في الجنان. فقال اليهودي: أكذلك يا ابن حجر؟ قال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبذا نعلم أن السعادة كل السعادة وانشراح الصدر في العلم النافع والعمل بمقتضاه، كذا العز الدائم والرفعة في الدنيا والآخرة كلها في طلب العلم. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال. وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تعلو. ومن أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته بكل القلب، الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم والتلذذ بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إن العبد أحيانا وهو في طريقه إلى المسجد، وهو في حال سجوده أو في حال ركوعه أو في حال تلذذه بالمناجاة أو بكائه في جوف الليل، أو وهو يمسح دموعه سفاحة على خديه وهي تسفح على خديه، ويجد مع ذلك أنسا ولذة وانشراحا، يقول: إن كانت الحال في الجنة كهذه الحال التي أنا فيها فإني لسعيد، فإني لفي عيش رغيد. وللمحبة أيها الأحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس أو تجربة أو ذوق لذلك. وكلما كانت المحبة والانكسار والذلة والخشوع والمناجاة بين يدي الله عز وجل أعظم، كلما كان الصدر أفسح وأشرح. ولا يضيق الصدر حينئذ إلا عند رؤية البطالين الفارغين، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. إن من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله عز وجل وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به. انظروا إلى الذين أحبوا الدنيا حبا تعلقوا بها من أجله، فأصبحت الدنيا أحلامهم وحديث صباحهم وأنس عشيتهم وسبيلهم ومطلبهم في صيفهم ومشتاهم في غدوهم ورواحهم، أحبوها فأذلتهم
وعذبوا بها، أما من أحب طاعة الله عز وجل فإنها ترفعه وتشرح صدره وتجمع له اللذات من جميع أطرافها. أما أولئك الذين لا هم لهم إلا الدنيا فقد جعلها الله عذاب أنفسهم وسجن قلوبهم، فما في الأرض أشقى منهم ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا إلا من جعل الدنيا قنطرة إلى الآخرة، إلا من قال بالمال هاء وهاء، إلا من أنفق المال في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في تجهيز الغزاة في سبيل الله، في كفالة أيتام المسلمين، في نشر العلم، في كل ما ينفع أمة الإسلام، فحينئذ تكون تجارته بركة ورحمة، بل ومن أسباب انشراح صدره أيضا. وبالخلاصة فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده ومحبة طاعته ومحبة هدي نبيه، وانجذاب هو الميل والإرادة وكل الجوارح إلى ذلك. ومحبة أخرى هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم، وصدق الأول: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق. أما من تعلق قلبه بالله فهو في أنس دائم وفي سعادة وفي نعيم مستمر. أسأل الله ألا يحجبنا وإياكم لذة وانشراح الصدر بذكره. أحبتي في الله، ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله عز وجل، والذكر شأنه عجيب، عبادة يسيرة بجارحة صغيرة وأجورها وحسناتها كثيرة. أما كونها عبادة يسيرة فلأن الذكر ليس بهز الأيدي ولا بحركات الأرجل ولا بتحريك الرقاب والرؤوس، إذا لانفصمت وتقطعت، لكنه بذكر الله، لكنه كلمات، لكنه بأصغر جارحة في البدن باللسان، وما أسهل تحريك اللسان على الإنسان، هذا اللسان الذي يجد الواحد منا بأبسط الأمثلة أنه يجني يدفع فاتورة كلامه حينما تأتي فاتورة الجوال. من الذي تكلم؟ رجله؟ قلبه؟ من الذي تكلم؟ ركبته؟ بطنه الذي تكلم؟ الذي تكلم لسانه. وآخر الشهر يجد ضريبة حركات لسانه في القيل والقال عبر الجوال 4000، 5000، 800 ريال، أقل أكثر، وكل يجد ضريبة حركات لسانه في هذا الجهاز الذي يحصي. ومن الذي يحصي؟ ليس ملائكة مقربون، لا، الذي يحصي في هذه الفاتورة أجهزة تحسب على الإنسان كل دقيقة وثانية من كلامه. فما بالك بالسجل الآخر الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من فلتات اللسان وحركات اللسان، إن أطلقت في خير فلا تسأل عن الطيبات والحسنات والدرجات العلى، وإن أرسلت في شر فلا تسأل عن الهلكات والدركات والأمر الذي لا يسر صاحبه. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب انشراح الصدر، وإني لا أدعو ليس على وجه التجربة بل على سبيل اليقين بهذه الوصفة والعلاج الرباني. من وجد منكم في نفسه ضيق، من وجد في حاله كرب، من وجد في فؤاده شيئا من الاكتئاب، من وجد في نفسه شيئا من الاضطراب، فأوصيه بحسن الطهارة في ملبسه وبدنه، وأن يعمد إلى بيت من بيوت الله، أو يصلي ركعتين في بيته، فيصلي ما كتب الله له، ثم يستقبل القبلة ويسبح الله ما استطاع، ويستغفر الله ما استطاع، ويحمد الله ما استطاع، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل ما استطاع، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطاع. وإني لأتحدى أن يقول إنه قام من مجلسه كساعة جلوسه، بل شتان شتان بين أول لحظة جلسها وبين آخر لحظة قام بعد الذكر فيها، آخر لحظة بعد ذكر طويل قام فيها، يجد أن صدره اتسع وأن فؤاده انشرح، وأن الدنيا قد أصبحت آفاقاً بعيدة وميادين متعددة ومجالات واسعة، وأن الخير ينتظره، وأن البشرى
على موعد معه في كل حال وكل مجال. أما هذا الذي وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، إذا ضاق صدره فزع إلى الأغاني، فإذا زادته الأغاني ضيقا فزع إلى مسكر، فإذا انتهى وزاده المسكر خبالا، شربت الخمر حتى ضل عقلي، كذاك الإثم، شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، فيخرج من داء إلى داء، ومن سقم إلى بلاء، ومن مصيبة إلى أعظم. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، حينئذ تكون دوامة النكد ودوامة القلق ودوامة المصائب التي لا تنتهي. فإني لناصح وإني لداع نفسي وكل إخواني والسامعين والسامعات، من وجد في نفسه ضيق فليفزع إلى الله، فليأنس بذكر الله عز وجل. ولقد جرب ذلك، بل عمل بذلك على سبيل اليقين ليس التجربة، عمل بذلك أقوام كانوا يترددون على مصحات نفسية، فعوضهم الله بذكره والأنس بتسبيحه وحمده وشكره، بدلاً من هذه العقاقير التي تجعل النفس في خمول وكسل والبدن في انحطاط وضعف، يظن صاحبها أنه قد انتهت مشكلاته وقد انتهت مهماته، وما هي إلا تخدير بعد تخدير حتى يحتاج إلى جرعة أخرى. لذا أيها الأحبة، عليكم بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله شعار المحبين لله والمحبوبين من الله. والله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فصاحب الأذكار مذكور عند الله عز وجل، اذكروني أذكركم. والله عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالإكثار من الذكر، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نحن كم نذكر الله عز وجل في يومنا؟ الواحد لو أراد أن يحصي عدد ذكره لله لوجدها في بعض الأيام وبعض الأحيين لا تتجاوز عدد أنامله في يديه. والحق أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نتعود على ذكر الله، وأن نجعل ذكر الله شهيقاً وزفيراً ونفساً يدخل ويخرج في أجوافنا. عود لسانك ذكر الله تحظى به، إن اللسان لما يعتاد قوال. وإن الله أثنى على الذاكرين وعدهم أولي الألباب، أهل الذكاء، أهل الحجة، أهل الفطنة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. وأنت قادر على ذكر الله في كل أحوالك، في السيارة، في الطائرة، في السفينة والباخرة، في حلك وترحالك، في وقوفك، في اضطجاعك، في ذهابك، في إيابك، في متجرك، في دكانك، في المستشفى، في كل حال أنت لا تعجز عن ذكر الله. وذكر الله كنز لا تخشى عليه. لو أن أحداً قل لك تفضل هذه 100,000 ريال ذيك الليلة إذا دخل البيت نستثمر، وين نستثمر؟ عقارات الإيراد 5-6%، تمر نظيف احتمال بس أخفت عشان كل المملكة إن شاء الله فيها خير وكلها فيها خير، حتى لا يقال هذه دعوة مضمونة للقطع أو الاستثمار. على سبيل المثال مثلوثة الشباب تصلح ولا ما تصلح؟ نساهم معهم، أخافنا يشترى الرز، يقعد اللحم، هلم جرة، فتجد في حيرة من أمره ماذا يفعل بال100,000؟ أين نضعها؟ أسهم؟ لا أسهم إلا تقسيط الله، لكن خله يجمع كنزا اسمه هذا. يقول وجدت 100,000 ريال فما أصنع بها، يمكنها اللي ذكرتها تو. جزاه الله خير، عليه حال يعطيها إمام المسجد جزاه الله خير، وهو يعني سوف يأتيه من يسأل عنها. على أي حال أقول إن من أعطي مبلغا من المال يحيره، لكن من جمع كنزا من ذكر الله، قل سبحان الله، ضاعت ولا كتبت؟ كتبت، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، قد ختم عليها وسجلت لك. عبد الله فلان بن فلان ذكر الله في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، ما يسرق هذا الكنز أحد، ولا تخشى عليه انخفاض أسعار النفط،
أو ارتفاع الأسهم أو تغير أحوال البورصة، كنز الذكر لا تخشى عليه شيئاً أبداً. أما كنز الدنيا فأنت مشغول به. أحد العلماء جاءوه بعض الشباب جزاهم الله خير يريدون أن يجعلوه يدخل معهم في مجال استثمار، وكان من القصيم متع الله به على طاعته، ومتع الله بأهل المملكة جميعاً، ما هو بالقصيم بالحال. فقال هذا الشيخ أحمد يفني جزاه الله خير، قالوا له يا شيخ عندنا مساهمة وطيبة ونظيفة وممتازة، وحباً في فضيلة الشيخ عطنا إذا كان عندك قرشين نساهم بها. قال أنا مالي لزوم في هالأمور هذه، دعوني في التعليم والتدريس ولا تشغلوني. قالوا يا شيخ والله إنا لك من الناصحين، عطنا هالقرشين اللي عندك نستثمرها. قال تضمنون إني ما أفكر به؟ تضمنون أنني لا أفكر بهذه المئة؟ قال والله هذا شيء يرجع لك أنت ما ندري. قال إذن دعوني، ما جمعت وأنفقت وأكلت واسترحت من همه. إذن فما يجمعه الإنسان من حطام الدنيا مشغل له لا محالة، وما تجمعه من كنز الآخرة فلا خطر عليه، بل إنه يدعوك إلى المزيد. وشتان بين من اهتم بالآخرة أو ضيعها، هما على سبيل أمثلتنا المنظورة في واقعنا كرجلين، أحدهما منح أرضاً، واحد أعطي أرض ثلاثة في ثلاثة، كيلو ولا متر ولا أقل ولا أكثر، المهم هذا الذي منح الأرض كيلو في كيلو على سبيل المثال، سورها وحفر بئراً وغرس نخلاً وبنى فلة وجملها وزينها وجعل فيها كل شيء، هل ترون هذا الذي خسر على منحته هذا وبنى وأنفق من أجلها، هل ترونه يسمح بالكلاب أن تدخل داره وقصره أو استراحته ومزرعته؟ الجواب لا. هل ترون أن هذا الرجل يسمح للغادين والرائحين أن يجعلوها مرتعا لهم؟ الجواب لا. هل ترونه لا يبالي من جاء أو ألقى عندها من الزبالات والأوساخ ومخلفات البناء؟ الجواب لا. والآخر الذي منح مثله كيلو بكيلو مثلا، ترك المنحة هكذا، لا سورها ولا غرس نخلا ولا حفر بئرا ولا بنى دارا ولا جعل مسبحا ولا زينها. جاءوا قالوا والله ترى ناس طقوا خيام وقعدوا فيها، كيف يجيك شيء؟ جاءوا آخرين قالوا ترى في قلابيات كبت بعض المخلفات، يمدينا بعدين نكلمهم يشيلون المخلفات، ترى في بعض الناس فعلوا وفعلوا، ما يهمه الأمر. ليه؟ لأن الذي عمر الاستراحة الأولى والمنحة الأولى لما أنفق عليها أهمته، فأصبح يخشى عليها ما يفسدها ويكدر ما فعل فيها. أما الذي لم يبالي بالثانية فلا يهتم أن يلقي فيها الناس الزبالات والأوساخ. فكذلك من عمر الآخرة، إنسان عمر آخرته، صيام، تهجد، قيام، عبادة، صدقات، جهاد، طلب علم، دعوة، استغفار، ذكر، صدقات، تعليم إلى غير ذلك، أصبحت آخرته كالاستراحة الأولى، فهو لا يرضى أن تدنو إليها منكرات أو أن تسكن فيها فواحش أو أن يتجول فيها فجار. بخلاف الآخر الذي لم يعمر الآخرة لا يبالي أن يجلس فيها من جلس أو يرمى فيها ما يرمى. وهذا مثل واضح جلي. الشاهد أيها الأحبة أن ذكر الله من أعظم أسباب انشراح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فأكثروا من ذكر الله عز وجل، فلا شك أنه من أعظم أسباب انشراح الصدر. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية من خصوصيات الذكر، ليس الذكر الانقطاع فقط المسجد، محاضرة هذا المسجد اليوم وكل محاضرة وكل حلقة ذكر من رياض الجنة هي من حلق الذكر، وهي من أسباب الذكر التي هي من أسباب انشراح الصدر بإذن الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعلمونه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فذكر الله أيها الأحبة بإذن الله أنس العبد من الوحشة ونوره من الظلمة وسكن للقلب وهدوء ونجاة وسلامة من القلق والاضطراب.
يقول ابن القيم حول الآية الآنفة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يقول: سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب اضطرابا وارتيابا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر مطمئن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي المقابل الذين ليس لهم من ذكر الله حظ أو نصيب، وإنما حظ ذاكرتهم ألبومات جديدة، ألبوم يتلو ما يسمى بالألبوم الجديد. أصبح الآن الشباب، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح أحوالهم، يتبادلون أخبار الفنان الجديد نزل ألبوم جديد. ما عاد المسألة شريط ولا أغنية واحدة، ألبوم مجموعة الأغاني الفلانية، المطرب الفلاني، المطربة الفلانية، الفنان الفلاني والفلانية وغير ذلك. أصبحت عقولهم مستودعاً لساقط القول ورديء الكلام، وخليت أو خلت قلوبهم من ذكر الله عز وجل، فترى علامات القلق والاكتئاب والاضطراب على نفوسهم وحركاتهم وتصرفاتهم. الذين يعرضون عن ذكر الله عز وجل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذا ملاحظ، تجد كثير من الشباب الذين لا يذكرون الله عز وجل قد قيض لهم من الشياطين التي ركبت على أكتافهم، أسأل الله لهم الهداية وأن يطرد الشياطين عنهم، وأخذت تؤزهم أزة وتهزهم هزة. والله عند بعض إشارات المرور إنك تسمع ضرب موسيقى صاخبة مستوردة، روك ولا جاز ولا بوني إم ولا ديسكو ولا غيره، وتجد السيارة تتحرك، حديد مع عبيد يتحركون جميعا من شدة ما تؤزهم الشياطين فيما هم فيه. هل رأيتم أحدا يذكر الله يجن هذا الجنون؟ الذي يذكر الله عليه السكينة وعليه الطمأنينة وعليه الهدوء وعلى محياه الراحة. وتجد الرجل كثير ذكر الله تنشرح نفسك إليه وإلى لقياه والحديث والجلوس معه والأنس به. أما هؤلاء أسأل الله أن يهديهم، تجد من تصرفاتهم العجب العجاب، بعضهم تجد إذا وقف عند الإشارة والتفت إليه نصحته، بعضهم يستحي ويغلق الزجاج النوافذ ويقصر على المسجل ويستجيب للنصيحة، وهذا كثير منهم ولله الحمد. وبعضهم لو نصحته زاد، لأن القرين الذي قيض له على كتفه قد جثم على رقبته، يجعله في عناد وتأخذه العزة بالإثم ويزداد. والطاقم اللي معه، ملاحي الكبينة هذولي، طاقم اللي معه يزدادون جنونا معه، وتجد السيارة وبعينها هذا رأيت تهتز من أولها إلى آخرها. أسأل الله أن يهديهم وأن يمن عليهم. فالشاهد: من أعرض عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر عام، الأذكار المعروفة والعبادة والطاعة والانقياد، ونحشره يوم القيامة أعمى. فالربح، كل الربح في ذكر الله عز وجل. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما تستطيع نفعهم به من مالك أو جاهك أو شفاعتك أو بدنك أو بأي نوع من أنواع الإحسان. ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إذا كنت أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. إذا هيأ الله لك وقدرك الله على نفع إخوانك بمالك أو بجاهك أو ببدنك أو بكلمتك أو بما تستطيعه، فلا تتردد لأمرين. الأمر الأول: تستعبد القلوب بالإحسان فتنال حظا من الدعاء والذكر الحسن في الأولين والآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، تجعل ذكرا حسنا حتى بعد موتك يبقى الثناء وتذهب الأموال ولكل عصر دولة ورجال. والثاني: أنك اليوم قادر وغدا عاجز، وأنت اليوم قوي وغدا ضعيف، وأنت اليوم نشيط وغدا ربما تخور القوى. فما دمت ذا مقدرة وما دمت على استطاعة في نفع العباد فأحسن إليهم. وإني لأعلم من بعض إخواني جزاهم الله خير من يقسم بالله قائلا: إني لأجد انشراحا في صدري ونفسي، وأجد لذة إذا هيأ الله
أو يسر الله قضاء حاجة مسلم على يدي أعظم من فرحي وانشراحي بكسب مالي قد أدخلته جيبي. وهذا واضح، بل ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في رسالة قيمة أنصح كل السامعين والسامعات باقتنائها وقراءتها، وهي رسالة بعنوان الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. ذكر منها الإحسان إلى الناس، والذي يحسن إلى الناس يعيش عالميا، يعيش لا لذاته بل يعيش لغيره، وحينما نعيش لذواتنا فحسب تبدو لنا الحياة صغيرة وقصيرة ومحدودة، تبدأ من حيث بدأنا وتنتهي من حيث انتهينا في مقدار حدود ملذاتنا. أما حينما نعيش لغيرنا، لفكرة، لهدف، لدعوة، لنفع الناس، لتعبيدهم لله عز وجل، فإن الحياة طويلة وباقية تبدأ منذ أن بدأ الحق، ولا يفنى الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أجمل أن تكون باذلاً ما استطعت في الإحسان إلى إخوانك، والبخيل من بخل بجاهه، فلا يترددن أحد في ذلك، لا يترددن أحد. إن من أعظم المناقب التي بلغ بها سماحة الإمام العلامة الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، بلغ بها الثريا بين نجوم العلماء، العلماء كثير، لكن ابن باز شيء شيء بينه وبينهم مرحلة، والسبب أمور عديدة، منها قضاء حوائج الناس والشفاعة للخلق، ولا يرد أحد، تجنس، إقامة، منحة جامعية، سدد دين، علاج في الخارج، كفالة داعية، كفالة يتيم، إصلاح قضية زوجية، أمور طلاق، صغير كبير، قد فتح الشيخ قلبه قبل بابه وفؤاده قبل مجلسه، واعتبر نفسه أبا للناس جميعا، مسؤولا عن كل حوائجهم، فلا يألو جهدا في قضاء حوائجهم ما استطاع. وهذه من مناقبه التي أورثته انشراح الصدر العجيب. أنا أقول لبعض الإخوان: هل سمعتم أحدا يأتي إلى الشيخ يبشره؟ ما يأتي إلى الشيخ إلا: يا شيخ حصلت مشكلة، يا شيخ وقعت مصيبة، يا شيخ صار منكر، يا شيخ. قل من يأتي إلى الشيخ ببشارة، أكثر من يأتي إلى الشيخ يشكو حاجة، يريد مالا، يسأل شيئا. فما الذي جعل هذا الشيخ يتصبر؟ أنا الآن أريد واحد منكم يقول: أنا مستعد أبا أجيب لك واحد بعد كل صلاة يجي يسلم عليك ويحب رأسك، والله انتظرت. لو أجيب لك واحد بعد كل فرض، بعد كل فريضة يجي يسلم عليك ويقبل راسك، تقول: يا أخي طفشتنا، لازم حب دائما، لازم سلام دائما، وإذا شفته في الطرف هذا رح تصلي في الطرف الثاني، وتدلي تصلي في المسجد الثاني، وتأخذ رقم لوحته عشان تعرف سيارته والعالج. من الذي يصبر على الناس؟ من الذي، كما يقول ابن الوردي: نصب المنصب أوهى جلدي، وعنائي من مداراة السفل. ليس كل من يقابلهم الإنسان من كرام القوم والنبلاء والطيبين الذين يشرف ويفرح ويلذ بمقابلته. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم طبائع لست تحصيها ولا شانه. فما الذي جعل هذا الشيخ جلدا حتى آخر ليلة فارت روحه فيها؟ من أعظم أسباب ذلك قضاء حوائج الناس، والجلد على ذلك، والصبر على ذلك. يدخل المستشفى فيحجبون عنه الهاتف، يقول: جيبوا التليفون، لا تردون أحد عني، جيب التلفون، لا ترد أحد عني، هاتوا يا شيخ في فحوصات، يقول: هات التلفون، من له فتوى أنا أجيبه، من له حاجة أنا أقضي حاجة. من الذي يستعد إلى هذه الحال وإلى هذه الدرجة؟ أسأل الله أن يخلف على أمة الإسلام بخير منه، وأن يجعل منازله في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالإحسان أيها الأحبة وقضاء حوائج الناس والبذل والجود، كل ذلك من أسباب انشراح الصدر. ونتوقف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، وبعد، أحبتنا في الله، سأختصر ما تبقى من بعض أسباب انشراح الصدر لنجعل وقتا لسماع بعض الأسئلة. مر بنا أحبتي أن الإحسان والكرم والبذل ولين الجانب وخفض الجناح والتواضع وقضاء حوائج الناس وتحسس أحوالهم من أعظم أسباب انشراح الصدر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يعطي ومن يمنع، لمن يجود ومن يبخل، فقال صلى الله عليه وسلم، أو مثلهما
أن المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل ينطبق على انشراح صدر المؤمن بالبذل والعطاء، وعلى ضيق حال البخيل بالكف والقبض والمنع. وإذا تأملت ذلك وجدت هذا جليا. انظر إلى نفسك وقد دعوت إلى وليمة وأكرمت الناس، نعم أنتفعت 2000 أو أكثر أو أقل في أجل هذه الوليمة، لكن انظر إلى انبلاج أسارير وجهك، انظر إلى تهلل وجهك، انظر إلى لذة تجدها في نفسك يوم أن أصبحت كريما. والكرم الحقيقي مثل كرم الشيخ ابن باز الله يسكنه الجنة، أن يكون الباب مفتوح للفقير قبل الغني، وللضعيف قبل القوي، وللعامة قبل السامة، وللصغار مع الكبار. هكذا مجلس الشيخ. وكم نصحه أناس يظنون أنهم يحسنون صنعا في نصحه، فقالوا يا شيخ إن شر الرعاء الحطمة، حطمك الناس، فاجعل لك مكانا أنت والخاصة تتغدى فيه وتفطر فيه وتتعشى فيه، والضيوف الله يحييهم على حدة. قال لا، لا تحبسوني ولا تحجبوني عن ضيوفي، بل تجد الله يحسن إليه كما يخبرنا الشيخ محمد الموسى مدير مكتبه، يقول والله ما يعني جاءنا قوم أو ضيوف أو شباب أو غيره إلا وهو يهمس، عسى لو مغزين، عسى الشيء كافي، عسى الناس ما قصرهم شيء، عسى وعسى، يفرح ينشرح صدره في إكرام الناس. من لو خرجنا وحسبنا بهذا الشيخ حبا، أسأل الله أن يجعلنا وإياك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل وإياكم. يقول الشيخ محمد الموسى ذات مرة سلم على الشيخ شابان وقالوا نحن جئنا من مكان كذا نريد أن نسلم عليه، فقال كان في رمضان، قال افطروا معنا، قالوا إن شاء الله يا شيخ. إثر هالشابين معهم تبيس في 50 شاب، والشيخ ظن أنهم قال، فلما جاء قبيل المغرب دخل علينا هذا التوبيس كأن النقل الجماعي قد اجتمع لك اليوم كله وملأ مجلس الشيخ. قال تفاجأنا، فسألنا الشيخ قلنا الله يحسن إليك الإخوان جاءوا بعدد كبير وما كنا استعدينا بهذا. قال لا تخلون أحد يروح، لا تخلون أحد يروح، دبروا سنعوا هاتوا منا جيبوا منا صلحوا منا. قال فما زال الشيخ يتابعنا لحظة بلحظة حتى جلسنا على الإفطار ومدة الموائد، وأفطر الناس وجلسوا للعشاء وتعشوا. قال فما رأيت الشيخ إلا كعادته بل زيادة على ذلك تهللا وانبلاجا وانشراحا. البذل والعطاء والكرم والجود من أعظم أسباب انشراح الصدر. فكن كريما وكن جوادا وكن باذلا، وإذا بذلت فاحتسب عند الله المثوب. بعض الناس ينفق على أولاده، لكن إذا ذهب يشتري لهم مقاط كل وجع له مر، الله لا يحلكم ولا يبيعكم. طيب ليش تصرف هذا بالوضع كذا؟ يا أخي الكريم أنفق بروح طيبة وابذل بنفس سخية، وإذا بذلت فاجعله بذلا من قلبك بنية صادقة صالحة يخلف الله عليك ما نقص مال من صدقة. إنك ما تضع في امرأتك يعني في فم امرأتك وما تنفقه على أولادك إلا يحتسب لك صدقة عند الله عز وجل. فلا تظن أن الصدقات مجرد إعطاء الفقراء والمساكين، حتى كسوة أولادك وزوجاتك صدقة، وإكرام ضيوفك صدقة، والإحسان إلى جيرانك صدقة، وكل ذلك من الكرم الذي هو من أعظم أسباب انشراح الصدر. ومن أعظم الأسباب أيها الأحبة الشجاعة، والشجاعة درجة بين الجبن والجنون، وكثير من الناس يعدون الجنون شجاعة ويعدون التهور والتعدي شجاعة، وهذا ليس بالشجاعة، بل ذلك ضرب قد يفضي بالرقاب إلى القصاص. أحدهم يقول لقيت في السجن شابا جميل المحيا حسن الطلعة، فقلت ما الذي جاء بك في هذا المكان وهذا العنبر؟ قال لي قصة عجيبة وغريبة، خرجت ذات يوم بالسيارة، قل فجاوزتني سيارة ثم مال وانحرم صاحبها بسيارته علي، فطاش غضبي واغتظت من هذا الفعل فذهبت لأرد عليه هذا الفعل،
فذهبت أحده يمين يحدني شمال أحده يمين إلى أن بلغ الأمر برفع الأصوات، ثم فتح النافذة وبصر أكرمكم الله والسامعين والملائكة. قال فما كان إلا أن كل منا أوقف سيارته. قال ونزلت بحديدة أريد أن أعرفه قدره، مو قصدي أني أقتله لا، ولا أريد أن أعيقه لا، لكن أريد أن أضربه ضربة لأهينه جراء ما فعل. قال فانطلقت الحديدة فلتة من يدي فأصابت مقتلا فمات من ساعته، وذهب بي إلى السجن وجلست في المحكمة وحكم علي بالقتل قصاصا. وها أنا الآن في هذا العنبر أنتظر بلوغ القصر الورثة ليقضوا في قضاء الله بما يشاء فيه، إما أن يعفو ويقبل الدية وإما أن يطلب بالقصاص. فهذا ليس من الشجاعة لما يجي مجنون يحدك تعود تحدك ثاني مرة. لو أن كلبا نبح فلا تنبح، ولو أن حمارا نهق فلا تنهق، ولو أن مجنونا جن فلا تجن، لكن الشجاعة في الحق، في كلمة الحق. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، شجاعة ويؤجر عليها الإنسان. أو شجاعة في الجهاد في سبيل الله، أو شجاعة في ذب الإنسان عن عرضه وماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم، أما أن يعتبر الإنسان الفزعة، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، مجرد بس يسمع فزعة يبشر، مثل ما ذكر ابن الجوزي في أخبار حمقى والمغفلين، قال رأي يعني قال وذكر أن رجلا رأى قوما يضربون رجلا فجاء ويضرب معه، دخل فزعة معهم يضرب، فأمسك به رجل ثاني قال يا فلان على ما تضربون هذا؟ قال والله ما أدري بس وجدتهم يضربون فضربت معهم حسبة لله. هذا جنون، هذا بعض الناس يجي يفزع في مضاربات عصبية جنسية قبلية، ناس من بلد يتضاربون مع ناس من بلد تتحول العنصرية إلى حدود إقليمية وعنصرية وسياسية ودولية، ناس من قرية يتضاربون مع ناس من قرية، ناس من قبيلة يتضاربون مع ناس من قبيلة تتحول إلى مهاترات. وأعرف أكثر من حالة وبنفسي أشرفت واطلعت عليه، أناس حكم عليهم بالقصاص قتلوا أناسا ليسوا بأعداء لهم ولا يعرفونهم، فقط اشتركوا في فزعة يسمونها فزعة والجنون، اشتركوا فيما يسمونه فزعات، فكان واحدا من هؤلاء الذين فزعوا أقرب الناس إلى هذا الذي ضرب، فكانت الضربة القاتلة بيد هذا الذي فزع فحكم عليه بالقصاص. وأصل العداوة بين طرفين أحدهم قد خرج منها بريئا، والذي فزع في هذه المضاربة هو الذي يحكم عليه بالقصاص. فيا أحبابي، الشجاعة درجة بين الجنون والجبن، فينبغي أن نفهم ذلك. من الشجاعة أن لا تخشى من موقف حق بسبب تردد في الموت أو لأجل الموت. أي يومي من الموت آفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، وعن المقدور لا يوجد حذر. إذا كنت تعلم الأجال بيد الله والأرزاق بيد الله فلا يضيرك شيء. أختصر ما تبقى من أسباب انشراح الصدر: إخراج دغل القلب، حقد، غل، كراهية، كبر. بعض الناس يحمل سمات حسنة لكن يحمل ذنوبا كبيرة في صدره، احتقار الآخرين، ما يرى لهم قدر ولا وزن ولا يراهم شيء أبدا، أو حقد على شخص صار بينه وبينه مشكلة لا ينساها، بعير حقود لا ينساها أبدا، أو لا يرى لأحد من أناس ربما عرفهم أو من أقرانه نتيجة للحساسية والتنافس في درجة واحدة لا يرى لهم قدرا ويتمنى الوضيعة والحطيطة بهم. إن من تمام الإيمان وصدق التعبد ألا تفرح بمعصية خصمك لله وإن كانت تسرك. يعني شخص من الناس تكرهه وتتمنى إن الله يفضحه، لكن هل تتمنى أنه يزني فيفضحه الله في الزنا حتى تنتصر أنت؟ من تمام الإيمان أن تسأل الله حتى أعدائك من المسلمين ألا يقعوا في معصية الله وسخطه أو فضيحة خلقه، هذا من تمام التعبد. فسلامة القلب من الحقد والإحن والبغضاء والعداوة،
كل ذلك من أسباب انشراح الصدر. بعض الناس ما شاء الله عليه دهنا مثل ما يقولون العامة، لا يبالي أبدا، لا يبالي أبدا، ولا تهزه الرياح ولا السافيات ولا الغاديات ولا شيء أبدا. فلان الله يسامح، زال التفى أخطأت وانتهينا ونسيت. لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة. هذا شأن من يحرص على انشراح الصدر ويسعى إليه. فإخراج دغل القلب من الحسد والحقد والبغضاء والنميمة والغيبة والكراهية هذا أمر مطلوب. نعم أنت لست مأمورا تحب الناس، إنسان لا يألو جهدا في أذيتك ومؤامرات ضدك وحبائل ومكائد ينصبها تجاهك، وما نقول رح حبه، لا، ولا نقول تبكي على حبه، لا، بل من عزة النفس أن من أعرض عنك لا تتعلق به. إياس بن أبي مريم لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له عمر: أنت إياس بن أبي مريم الذي قتلت أخي ضرار بن الخطاب؟ قال: نعم. الحمد لله، يقول إياس، الحمد لله الذي أدخله بسببي الجنة ولم يدخلني بسببه النار. الرد الجميل الممتاز اللي نقوله مرصص شيء مضبوط. الحمد لله الذي أدخله بي الجنة، يعني قتلت فمات شهيدا ولم يدخلني بسببه النار، لم يقتلني على الكفر آنذاك فأموت مرتدا أو أموت كافرا. فقال عمر: اصرف وجهك عني فإني لا أحبك. وعمر صريح ما إجابة. فقال إياس: يا أمير المؤمنين، إن كنت لا تحبني أفينقصني هذا شيئا من حق الله لي في بيت مال المسلمين؟ قال عمر: حاشا لله، معاذ الله، والله لا أنقصك شيئا. فقال إياس: إذن يا أمير المؤمنين أبغض ما شئت فإنما يبكي على الحب النساء. بعض الناس مسكين لو يبغض واحد زعيمة رئيسة مسؤولة في العمل كأنه امرأة مطلقة بغير سبب. ليش يكرهني؟ ليش يبغضني؟ ليش تركني؟ كان بالأمس يحبني، اليوم يبغضني، كان بالأمس يدنيني، اليوم يبعدني، كان بالأمس يعطيني، اليوم يمنعني. يا مسكين، تعلق بالله ولا تتعلق بالخلق. هذه من أعظم أسباب انشراح الصدر، أنك لا تمرض ولا تسقم ولا تجد مصيبة لو أن الناس غير أحدهم موقفه منك ما دمت على جادة الصواب. خلك مثل المتنبي، أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصر. بعض الناس مولع يدور يتحسس رضا الآخرين عنه. كيف رضاكم عنا؟ كيف رضاكم عنا؟ عساكم راضين عنا؟ الله لا يرضى عنك. اسأل الله أن يرضى عنك، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أرضى عليه الناس. ومن طلب سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعود نفسك هذه المسألة. بعض الناس يقول: يا أخي يؤذيني الذين يخالفونني في آرائي، يزعجونني الذين ينتقدونني في مواقفي. يا مسكين، لازم تجعل الناس قطع معدنية متساوية في الوزن والسكة والحرف والرسم والطرة والإطار، ما يختلف بعضها عن بعض؟ لا، ليس بالعقل هذا. لا تحسب الناس طبعا واحد، الناس يتباينون، ولا تكن عشيقا لطلب الرضا من الناس، بل كن حريصا على الرضا من الله عز وجل، وحينئذ رب أقوام يرضون وآخرين يسخطون، ثم يعود الساخطون راضين داعين متقربين معجبين. فلا تنزعج بهذا أبدا. أما طلب رضا الناس والتعود، والله فلان مديري المباشر زعل وفلان زعل وفلان تغير موقفه مني وفلان تغير موقفه مني، هذا جنون، هذا عذاب للنفس وعذاب للضمير. لا تعلق نفسك ببشر، البشر يتقلبون. تعلق بالله عز وجل الذي إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا قدمت إليه تمشي أقبل إليك هرولة. انظر فضل الحي القيوم. الناس اليوم لو تحسن شخص يعمل عندك، تاجر أو رئيس شركة أو أي إنسان 20-25 سنة، وبعد هذا الزمن الطويل وقع من هذا الموظف عند هذا التاجر زلة، يمكنها من نوع كبير أو من نوع متوسط، فماذا كان شأن هذا التاجر؟ نسي كل ما مضى وعاقبه عقوبة نكل به تنكيلا جعله عبرة وعظة للآخرة والأولى.
بعد 25 سنة نجاح وتقدم وإنجازات، وغلطة واحدة انمحى وانمحق وانتهى. لكن شوف رب العالمين عز وجل، تجد عبد من عباد الله 40، 30، 35 سنة مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي والمنكرات والكبائر والفواحش، ثم يقدم إلى الله بعمل صالح وتوبة صادقة وإنابة، فيغفر الله ذلك كله ويجعل سيئات حسنات. فتعاملوا مع الله وأقبلوا على الله وتعلقوا بالله، فلن يندم أحد ولن يظلم أحد في تعامله مع الله عز وجل. أما الناس فمن يغترب عن قومه لم يزل يرى مصارع أقوام مجرا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات، وإن يسئ يكون ما أساء النار في رأس كبكبا. أيها الأحبة، من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر وترك فضول الكلام وترك فضول المخالطات. لا تجهر السعادة، أكلت أكلا لذيذا ووجدت متعة الأكل في تقليب اللقم بلسانك في فمك، ثم استقرت لذيذة هنيئة في جوفك، فقف عند هذا الحد ولا تزد في الأكل، فتحول لذة الأكل إلى تخمة تنقلب إلى سقم ومرض. جلست مع أحبابك جلسة ساعة وربع، ساعة ونصف، جلسة لذيذة، قف على هذا وكل يذهب إلى بيته. لا تمدد الجلسة فيما لا طائل فيه فتجهض سعادة الجلسة، فبدلا من أن تتفرقوا على أوج السعادة تتفرقون بعد سعادة على أمر أحدثتموه في آخر اللقاء، فأحدث مللا أو سأما أو خلافا بينكم. إذن لا تجهض السعادة، واترك فضول المخالطات وفضول النظر. وأما فضول النظر فشأنها عظيم، إذ أن من أطلق بصره لا شك يجد أثر ذلك في فؤاده. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المعاتب والقتيل القاتل؟ تعاتب من وأنت القاتل والقتيل؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ختاما أيها الأحبة، أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم بالحق، وأسأله سبحانه بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يصلح لنا ولاة أمرنا، وأن يجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا، وأن لا يفرح علينا عدوا، وأن لا يشمت بنا حاسدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أيها الأحبة إني داع، فأحضروا قلوبكم وأمنوا لإخواننا المجاهدين في الشاشان وداغستان. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد، إلهنا منشئ السحاب هازم الأحزاب منزل الكتاب خالق الخلق من تراب، يأمن إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم أنزل بأسك وبطشك وعذابك ورجزك على الكفار في روسيا يا رب العالمين. اللهم كل من آذى المسلمين من الروس وغيرهم، اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف الولاء بين المسلمين، فانصر إخواننا يا رب العالمين، ولا تكلهم إلى إخوانهم الضعفاء والمساكين. اللهم يا حي يا قيوم، انصر إخواننا المجاهدين في داغستان وفي الشاشان. اللهم وحد صفهم وثبت أقدامهم، واجمع على الحق كلمتهم، وأقم على التوحيد دولتهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم أنزل عليهم مددا من ملائكتك تؤيدهم يا رب العالمين. اللهم ارفع البأس واللأواء والشدة والبطش عنهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل الدائرة على الشيوعيين ومن شايعهم واليهود ومن هاودهم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. ولو استقصينا جميعها واستقصيناها جميعها لطال بنا المقام، ولكن نأخذ بعض الأسئلة. يقول: أنا شاب التزمت حديثا ولله الحمد، ولكن مشكلتي أنني أشعر بالضيق من وقت لآخر، وأحس أن الله جل وعلا لم يقبل توبتي، أفيدوني ماذا أفعل؟ مأجورين. أخي الحبيب، دع عنك وسوسة الشيطان، فإن الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن تبت توبة صادقة بشروطها الإقلاع عن الذنب، كراهية العود إليه، الندم على ما فات، لمن تاب وآمن على إيمان ويقين وصدق وعملت صالحا
ملأت وقتك واجتهدت في مرضاة الله عز وجل فيما ينفعك فأبشر بالخير، وأما ما يعرض لك فهو من وسوسة الشيطان. والله عز وجل يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فلا تبالي أخي بوسوسة الشيطان أبدا، لكني أنصحك ألا تجعل فراغا في وقتك. أشغل وقتك كله حوائج والديك أولا، صلة أرحامك، المجالسة الطيبة، الصحبة النافعة، القراءة المفيدة، حلقات العلم، مجالس الذكر، رياض الجنة، الحج، العمرة، الأمور النافعة. إذا ملأت وقتك فلن تجد وقت فرصة، فلن يجد الشيطان فرصة للوسوسة معك. يقول: ذكرتم حفظكم الله أسبابا مختلفة لانشراح الصدر، وقد لا يمكن لشخص أن يجمع هذه الأسباب كلها، فهل يتحقق انشراح الصدر مع القيام ببعض هذه الأسباب؟ لا شك، لا يلزم من طلب انشراح الصدر أن يجمع الواحد أو الطالب كل هذه الأسباب التي ذكرنا، فرب رجل لا يستطيع أن يشفع، أو حري إن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع له، وربما لا يكون غنيا يجود أو ينفق، لكنه يستطيع أن يكون ذكارا لله، ذاكرا، منيبا، أواها، عابدا، متهجدا، يستطيع أن يكون مجاهدا في سبيل الله، يستطيع أن يكون معينا على الخير. فلا أظن أن أحدا يعجز أن يجمع من أسباب انشراح الصدر ما يستطيع أيا كان. يقول: هناك كثير من الناس وخصوصا من الشباب يظنون أن انشراح الصدر يكون في اللعب واللهو والسهر مع أصدقاء السوء والسفر إلى بلاد الفسق والعصيان، وحينما تنصحهم يقولون: يا شيخ استانس ووسع صدرك، لا تكن معقدا، لا تكن متشدد. فما هو توجيهكم لهؤلاء؟ هو الحقيقة يخيل إليه أن هذه سعادة وانشراح صدر، وإلا فإن الذين يقضون أوقاته في مجالس اللهو والفسق والمعصية والغفلة، وإن فعلوا ما يشتهون أو رأوا ما يتلذذ لأعينهم أو فإنما بعد ذلك من الضيق والنكد والحسرة ما لا يخطر على بال. يقول حسن البصري في شأن أهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ يعني تظنون يا أحبابي أن هذا الخاشع المتهجد الصائم العابد الذاكر الشاكر يمكن أن تكون حاله سواء مع الفاسق الفاجر العنيد؟ إطلاقا لا، لا يمكن أن يستوي الأبرار والفجار والصالحون والفاسقون. فكل من ادعى سعادة وانشراحا على معصية فإما أن تكون استدراجا مضاعفة لعذاب ينتظره، وإما أن تكون سعادة وهمية وانشراحا تخيليا لا حقيقة له، بدليل أن الكثير من هؤلاء الذين يسمون نجوس، ليسوا نجوم، نجوس الفن، إذا خلا أحدهم بنفسه أو مع خاصة جماعته أو أصحابه عرف منه من الكآبة والضيق، وما هو إلا عبد لرضا الجماهير، ما هو إلا عبد يريد رضا الجماهير. أنتوا شفتوا فنان يغني على واحد اثنين؟ لا، لازم الجمهور يجي، ولازم الجمهور يهتز، ولازم الجمهور يطرب، هو عبد لهذا الرضا والإعجاب من الجمهور. لكن العالم يجلس يحضر طالب، يحضر ألف، يحضر عشرة آلاف، العلم علم والعبادة عبادة والتعليم تعليم. فرق بين رضا وانشراح صدر العالم والعابد والداعي وما يراه أهل الفن والفسق والطرب من خيال. وحسبك أن أحدهم لو سألت بكل صراحة تقول أنت تخيل نفسك أمام الله عز وجل إذا سئلت بين يدي الله عن أعمالك، تقول: يا ربي أحييت كرنفالا، أحييت سهرة، أقمت حفلة، هذه أتقرب بها إلى الله أو أريد بها منازل الفردوس والشهداء؟ جواب: لا إطلاقا. ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقول بأنه شاب يعمل منذ عدة أشهر في نشر الدعوة إلى الله عن طريق المطويات والكتيبات وإرسالها إلى خارج المملكة عن طريق المراسلة، ويقوم أيضا بمجموعة من الأمور الدعوية، لكنه يقول: إني أخشى على نفسي من الرياء، فما هو توجيهكم لي؟ هذا شيطان يريد أن يردك عن عملك بما يوسوس لك من دعوى الرياء. ما أنت عليه خير،
ولو أن كل من مر بعقله هاجس الرياء والسمعة توقف عن الخطب والمحاضرات وتوزيع الكتب والمطويات والنشرات والعمل في المبرات الخيرية ومكاتب الجاليات والمشاركة في كل الأعمال الخيرية لما بقي منا أحد. كلنا يخشى على نفسه الرياء، أي والله نخاف على أنفسنا الرياء ونخشى على أنفسنا الرياء ونخشى على أنفسنا السمعة، لكن هل نترك العمل الصالح خشية وساوس الشيطان؟ لا، أنت لا تعجب بعملك ولا تدل على الله بفعلك ولا تباهي أو تحبط عملك تقول اسكت أنا فعلت وسويت وسويت، لا قل والله ما أدري. القدوم على الله عز وجل في أمر رحمته وحده لا شريك له. إذا قدمنا يوم القيامة جنب هالمحاضرات وهالكلمات وهالخطب والمطويات والنشرات والصدقات والتلاوات والأعمال، كل هذه جنبها على جنب، رجاؤنا في رحمته وحده لا شريك له، رجاؤنا في أننا نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. إن تكرم علينا الرب الجواد الكريم المتفضل المنعم بقبول شيء من أعمالنا فله الفضل الذي أعطى اللسان الناطق والعين الباصرة والأذن السامعة واليد الباطشة والقدم الماشية، وإن لم يقبل فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومعاذ الله أن يكون العمل هباء منثورا. نسأل الله أن لا يجعل أعمالنا وإياكم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. أخي الحبيب إياك أن تقف عن العمل، بل قاوم هذه الوساوس بمزيد من النشرات توزعها، ومزيد من المطويات توزعها، ومزيد من الصلوات تؤديها، ومزيد من العبادات والدعوة تفعلها. أما لو أن الإنسان إذا رمي بكلمتين أو ثلاث يبي يتوقف عن عمله، فلان يبي له منصب خلاص وقف عشان ما يقولون يبي له منصب، فلان يريد دنيا توقف إذا، فلان يريد ثناء الناس وسمعتهم، لا، أخلص ما بينك وبين الله عز وجل، واعلم أن أعمال الآخرة، أعمال الدعوة، أعمال العبادة ما لم تكن خالصة لله فالذين يبيعون الطماطم والخضار على الأرصفة أكسب منك. ليش؟ لأن الذي يبيع الطماطم والخضار يكسب فلوس ويحصل نفع مادي، أما الذي يظهر بأعمال العبادة ولا يرجو بها وجه الله فلا دنيا حصلها ولا آخرة حصلها، ويكون خسر الدنيا والآخرة. تقول بأنها والله شيخ أسئلة، لأن يبدو وقت الإقامة حان ولا نريد أن نضيق على الإخوة. نعم، أجل نأخذ بعد هذا واحد أو اثنين. تقول بأنها امرأة استزلها الشيطان وفعلت كل شيء من أفعال الرذيلة والكبائر، وتقول بأنها الآن تائبة إلى الله عز وجل. تقول هل يقبل الله توبتي على ما كان من عملي، وهل من المعقول أن أكون عبدة صالحة أم لا؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم أن يستر على أختنا هذه وعلينا وعليكم جميعا. وفي الحديث إن الله ستير يحب الستر، والستر من العبادات التي غفل عنها كثير من الناس، وكل أمتي كما في الحديث معافى إلا المجاهرون. قيل ومن المجاهر يا رسول الله؟ قال الذي يمسي يعصي الله فيستره الله فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول فعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا. فإلى أختنا هذه بعد الدعاء لها بالستر والتوفيق وقبول التوبة والإنابة نقول استري على نفسك ولا تحدثي أحدا ولا تخبري أحدا أبدا. هذا واحد. الشيء الثاني يقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي لمن أذنب ذنبا أن يجتهد في كثرة الحسنات الماحية للسيئات. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإلى أختنا هذه نبشرك بإذن الله رجاء فيما عند الله تصديقا بوعد الله أن التوبة تقبل بمن من الله وكرم، واجتهدي وإياك أن يوسوس لك الشيطان أن التوبة لم تقبل وأن ذلك مما يردك عن المضي في الاستقامة. لأن الشيطان يأتي يقول وهل بعد الذي حصل في مكان كذا وليلة كذا وساعة كذا وحفلة كذا وسهرة كذا ترجين قبول توبة؟ الشيطان يعظم الأمر ويجعل التوبة بعيدة المنال، وهذا من الخطأ. بل أحسنوا الظن بالله وتعلقوا بالله وتوكلوا على الله وأبشروا بخير عظيم من الله، فإن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدنا أضل راحلته ناقته في فلات
مفازة جرداء مهلكة، فلم يجدها عنده، فأيقن بالهلك ثم توسد يده ينتظر الموت. فلما أفاق إذ بناقته تحرك يده بخطامها أو بشفتها، أفاق وجد الناقة بعد أن تيقن الموت، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا من فرحة هذا بوجده ناقته التي عليها الماء والشراب بعد أن أيقن الهلاك. فيا أحبابنا أحسنوا الظن بالله، وبشروا الناس ولا تنفروهم، وقربوهم إلى الله عز وجل، فإن الله يمهل العباد. يخبرني أحد الشباب قال: كنت رجلا عسكريا في نقطة من النقط، وكان معي شاب في هذه النقطة، وكان سكيرا عربيدا فاجرا، ما ترك شاذة ولا فاذة ولا حاجة ولا داجة من السيئات والفواحش والكبائر إلا فعلها. قال: والله سمعته ذات يوم يتجرأ على الله بكلام، وناقل الكفر لا يكفر، لأن الله قال في القرآن ما قالته اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يقول هذا الشاب عن صديقه: قال والله لما نزل المطر قال: نام ربي ففتحت الملائكة البزابيس. تعالى الله عما يقول علوا عظيما. قال: فأنا أخذت أنتفض وأرتجف وأبتعد بعيدا بعيدا، قلت: الآن تنزل صاعقة من عذاب أو شيء يهلكني وإياه، بس لأني وقفت بجواره. قال: فما زلت أتحاشى مجلسه وأتحاشى القرب منه. قال: ثم تدور الأيام فإذ بي أرى شابا تائبا منيبا منكسرا توابا بكاء، قد أطلق لحيته واجتهد في طلب العلم وعمل الصالحات وترك كل ما مضى. فيا أحبابي بشروا الناس واقبلوا منهم التوبة، فالله يقبل عز وجل، وأعينوهم على الرجوع ولا تنفروا، ولا يتألى أحد عن الله ليقول فلان لا يهديه الله أبدا، لا، هذا تألي على الله. بل اسألوا الله السلامة من أقوال المغترين ومن أقوال المجترئين ومن أقوال الغافلين، واسألوا الله الهداية لجميع المسلمين. فإن النبي دعا للكفار، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فالدعاء للكافر وهو الكافر مشروع بالهداية، فما بالك بالفاجر والفاسق. فتحببوا، توددوا، تقربوا إلى الناس، وخذوا منهم حسناتهم، وأعينوهم على ترك سيئاتهم، تكونوا بإذن الله من أسباب استقامتهم. كثير من الأسئلة يقول أصحابها بأنهم على بداية الالتزام وحضور محاضرات ومجالس الذكر، ويسألوا من الشيخ أن يدعو لهم بالثبات. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم، وكلنا نحتاج إلى ذلك أحبتنا في الله. ليس فينا أحد لأنه أمضى 10 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين في الخطابة ولا في إلقاء محاضرات يعني أنه خلاص تجاوز القنطرة، لا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الذي أمضى في الدعوة 40 سنة والذي أمضى في الدعوة السنة كلهم على خطر من سوء الخاتم، وكل يخاف على نفسه أن يتقلب قلبه أو يفتتن بفتنة يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ليس فينا ذلك الذي يأمن ويضمن نفسه. فلا تستبعدن على ضال هداية، ولا تأمنن على مهتد غواية. رجل مهتدي ما تقول هذا لا يغوي أبدا، ورجل غاوي لا تقول هذا لا يهتدي أبدا. ومن نصوص أهل السنة والجماعة في المعتقد: ولا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. فيا أحبابنا أنتم أنفسكم اسألوا الله عز وجل الثبات والهداية، ولن نكون أحرص عليكم من حرصكم أنتم على أنفسكم، ولن نكون أكثر شفقة في نجاتكم من شفقتكم أنتم على نجاة أنفسكم. فكلنا يدعو ربه، وكلنا يدعو لأولاده، وكلنا يدعو لإخوانه، وكلنا يدعو لجيرانه. أخي ما يضيرك إذا أوترت تقول: اللهم إني أسألك لنفسي ووالدي وذريتي وإخواني وأخواتي وذرياتهم وجيراني وذرياتهم والمسلمين، أن تجعل لنا ولهم من كل هم من فرج، من كل فتنة عصمة. حاول أن تجمع إخوانك المسلمين في الدعاء،
بعض الناس لا يدعو إلا لنفسه فقط، جزاه الله خير على الدعاء، الدعاء عبادة، لكن يا أخي لا تنسى الدعاء لوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ولا تنسى الدعاء لعلماء المسلمين، لا تنسى الدعاء لإخوانك المجاهدين، لا تنسى الدعاء لولاة أمور المسلمين في صلاحهم صلاح الرعية، لا تنسى الدعاء لهم بصلاح البطانة، باجتماع الشمل، بالثبات على الحق، لا تنسى الدعاء لكل من أوصاك به، لمن أحبك في الله. وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ناء الجمع اهدني قني اغفر لي. لا، الآيات كثير من الدعاء التي وردت بلفظ القرآن بنون الجمع، بناء الجمع. فيا أحبابنا ادعوا لأنفسكم وادعوا لإخوانكم المسلمين أجمعين.